وشوشة. كنت بخش للرئيس محمود حماده حبيبي دموي يعني. انا الوحيده كنت بخش اقتحمه وكده وكده. اقول له انا فاشله جدا، شفت المشهد اللي انا عملته مش عارفه، اقعد احكي له على حاجه كده. برافو ايه؟ بقول لك انا فاشله. يقول لي لا، لو انت لو شفتي نفسك حلوه وناجحه ووصلتي هتبقي فاشله، هتبقي واصله للانا، والانا دي هتبقي فشلتي. لكن حلو قوي انك تبقي شايفه ان انت فاشله طول الوقت. طب بجد؟ طب انا شايفه على طول فاشله يعني. بس يعني وكنت بعد ظل الرئيس يعني اتعرض حاجه ولسه بنشوف، ومفروض فيه فيلمين اصلا لسه ما مضيتش حاجه. طبعا مش فاشله اول حاجه هتعرف، بس ان شاء الله بس الحاجه اللي انه ماضيينها وكده هي الجزء الثاني في الاب الروحي يعني. هو في حاجه تستغربيها، انا مش اتفرجت، انا كنت بروح من اللوكيشن معاهم. يعني في كلبش انا كنت بروح اللوكيشن لمهند والعز وساره، تقريبا كنت عايشه مع ساره في اللوكيشن، وانا مش في المسلسل اصلا. وطبعا عشان دكتور بيتر ميمي ده اخويا الكبير، بس انا كنت عايشه معاهم طول الوقت. ولما اتعرضت الحاجات حسيت ان انا اللي عملت الحاجات، فماني بقى زي الاب الروحي. برافو انت عملتي المشهد ده حلو، كاننا كلنا في مسلسل واحد مش مترجمه ان احنا متفرقين. لا هم كلهم شطار يعني. عندك مش عايزه اقول عندنا عشان مايان طبعا سوبر واو يعني، دي سوبر ستار جايه اصغر بنوته واجمل بنوته، فظيعه فظيعه. عندنا عز وعندنا ساره، عمر شناوي، عمر زكريا، عندنا طبعا شهاب تعرفه متولي، هم كلهم، وكريم، ولا لا ناس كتير. عز في كلبش في الشيخ انا استغربت، قلت له انت ازاي عملت كده؟ لان انا ما حضرتش في تصويره ده، لان هو بيصور في حتت بعيده قوي وبالليل، ومش مش مش ينفع نروح يعني، مش حاجات مفروض. ساره بسطت جدا، دورها حلو قوي قوي حقيقي. مايان كنت اوقات بكلمها اقول لها انت برافو، ماني حافظه اللي هتعمله الورق، بس لا لا ناس كتير. هي مايان اكتر حد حقيقي كنت فرحانه لها قوي، اكتر مني يمكن، وعز وساره لا، وعمر، عمر زكريا عمل دور عكس دوره في الاب الروحي تماما، وفي نفس الوقت في شبه مثلا من رودي في الاب الروحي، فاهمين الصايع. واصلا عمر في الحياه بيتكسف جدا يعني، يا جماعه شوفوا عمر ده، تعالى حد لو قال له اتصور معايا يبص احمر ويتكسف ويبص في الارض. فلا كلهم حلوين. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org